هذه العلوم الحلوة. اليوم أصدر مولانا السلطان هيثم مرسوم سلطاني لاعتماد ميزانية الدوري العام الجديد 2024. هناك أشياء مبشرة وإيجابية من خلال المعلومات اللي نشرت في المؤتمر الصحفي لوزارة المالية، وبقول لكم أبرزها. إطلاق برنامج إسكان بقيمة قرابة 2 مليار ريال لتمكين حوالي 60,000 مواطن من شراء وبناء منزله الخاص، وهذا هدفه طبعا تسريع الحصول على القروض الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان وبنك الإسكان العماني. الشيء الثاني والجميل، إطلاق صندوق عمان المستقبل، وهو صندوق استثماري بتوجيهات من السلطان حفظه الله برأس مال كم؟ 2 مليار ريال عماني، وتخصيص 10% هذه بشارة لأصحاب المشاريع من رأس ماله لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان. مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية، اليوم نتكلم عن 900 خدمة خفضت وبعضها ألغيت رسومها، والفترة القادمة فيما يتعلق بتوصيل خدمات المياه للمنازل 700 ريال، وموعد إعلان الحزمة القادمة بإذن الله في الشهر الجديد، تخصيص مبلغ 560 مليون ريال عماني لبرنامج الحماية الاجتماعية كان ما يتجاوز 120 مليون سنويا والآن زاد قرابة 440 مليون. ترقية بشارة للموظفين دفعتي 2013 و2014 من الموظفين الحكوميين بعدد 52 ألف موظف والتكلفة 60 مليون ريال عماني. استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية وإنشاء 3 مستشفيات جديدة سمايل والنماء والفلاح و35 مدرسة حكومية جديدة. نتكلم عن زيادة عقود جديدة للحافلات المدرسية والإحلال التدريجي للحافلات بمعايير سلامة عالية. نتكلم عن مشروع الطرق ومشاريع الطرق في كل محافظات سلطنة عمان وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم. كل هذا، واليوم احنا لابد أن نقول الله يحفظ مولانا السلطان هيثم، اللهم احفظ عمان، الله احفظ مولانا السلطان، واصبغ عليه وافر نعمك وادمها لعمان واهل عمان.